السلام عليكم قناة مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي من قناة مافيد. والنهاردة في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة تمارين سوبر وكبارة جدا لشدة رهلات الظهر. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمرين، عايز اقول لكم ان الاربع تمرين كل تمرين فيهم هتعملوه ثلاث جولات في نص دقيقه، وهتعملوا التمرين دي اربع او خمس ايام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح مره بالليل. ولو عايزين تعرفوا معلومات نصايح تعليمات اكلات تساعد بجانب التمرين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل سريع جدا ان شاء الله في خلال 7 ايام او 10 ايام او 15 يوم، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل حلو قوي. فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرغين تماما عشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا. Thank you.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا ان شاء الله. احنا بتعرفين تقريبا اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليه في كومنت تحت، وان شاء الله هبقى عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا منها. بيس.